عن أهمية المبادرة وأثرها في تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة. إحنا معانا على التليفون دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. مساء الخير، أهلا بيك يا دكتور، وكلمنا عن حرص الحكومة يعني على متابعة تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية للتشجير بهدف زراعة 100 مليون شجرة. مساء الخير استاذه ريهام، مساء الخير استاذ شاري، مساء الخير على الساده المشاهدين. الحقيقه حضرتك المبادره دي بتاتي يعني عشان تؤكد على ان خط الدفاع الاول لمواجهه التغيرات المناخيه هو فعلا قضيه التشغيل، وهي الحقيقه الان الدوله الحقيقه يعني ضمن اهتماماتها بمواجهه تداعيات التغيرات المناخيه. جزء من الفكر او الرؤيه للدوله المصريه هو ان احنا نعمل قضيه التشجير حتى يمكن ان مش بس نواجه التغيرات المناخيه، ولكن ايضا ان هي تعتبر الرئه الاضافيه الهامه جدا للمدن، لان زي ما حضرتك عارفه ان التشجير او الاشجار عامه فهي الحقيقه مش بس ان هي بتثبت الكربون وبالتالي بتخفف من مساهمه الكربون او انبعاثات الكربون في الهواء، لا هي الحقيقه البلوعه او تعتبر الوعاء اللي بتاخد الكربون مش كده وبس، ولكن بتدينا الاكسجين. هي المنافع الاكولوجيه حضرتك اللي احنا بناخدها فهي الحقيقه مهمه جدا بالنسبه للمدن، خاصه وان كثير من هذه المدن تقام في الصعيد الصحراوي في مصر، وبالتالي فهي تعتبر ايضا المانع الاساسي او الفلتر او المرشح الاساسي للعواصف الترابيه والرمليه اللي بتيجي من الصحراء. وزي ما حضرتك تفضلت فهي بتدي الاكسجين، بتاخد الكربون، بتثبت التربه، وايضا لها يعني في المدى المتوسط والطويل بتقدر ان هي تغير المناخ الجزئي اللي موجود حول هذه المنطقه الشجريه، بحيث ان هي تقدر تلطف من الجو. فلو قلنا ان هناك طبعا احتمال ان ترتفع درجات الحراره بسبب تداعيات التغيرات المناخيه، فوجود هذه الاشجار هي الحقيقه لها منافع ايكولوجيه كبيره جدا وعظيمه جدا، وهذا يعتبر جزء هام جدا من رفع نوعيه الحياه وجوده الحياه بالنسبه للمواطن المصري. الهدف حضرتك أهم أهداف هذه المبادرة أيضا يا دكتور هو مضاعفة نصيب الفرد يعني من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، تحسين نوعية الهواء، ده مش بس هيكون ليه آثار إيجابية على البيئة ولكن على صحة الإنسان أيضا. طيب هو يا أستاذ شادي حضرتك يعني الحقيقة تفضلت بنقطة مهمة جدا. الحقيقة مش بس تحسن في صحة الإنسان، ولكن ما يتتبع يعني كل الأشياء التي تتبع التحسن في صحة المواطن، بمعنى الإنسان لما صحته تتحسن بيقدر يكون منتج أكتر، ويقدر إن هو لا يتعرض لأمراض ولا يمرض ولا يعني يتغيب عن العمل، مش كده وبس، إحساسه بالراحة والطمأنينة وإحساسه بالجمال بيبقى أكبر، وإحساسه بالولاء والانتماء للوطن بيكون أعلى. هناك منافع اقتصادية يمكن ترجمتها إلى فعلا فلوس وإلى دخل إضافي للفرد. والنهاردة حضرتك الدول الدخل القومي الحسابات القومية بتاعتها بيتم تعديلها حتى يمكن أن تنعكس الإضافات والتحسينات في البيئة، منها التشجير على سبيل المثال، وليس الحصر. إحنا نقول أن الدخل القومي الحقيقي للدولة ارتفعت بسبب التحسينات البيئية اللي هي منها التشجير. هذا هو الاتجاه الحديث، إن ليس فقط بالقوة الشرائية إن الشخص بتزيد دخله بالفلوس من فترة زمنية إلى أخرى، ولكن أيضا ماذا قامت الدولة لتحسين النوعية البيئة بالنسبة له عشان تحسن صحته، علشان تمنع عنه الأمراض، ما يمرضش، ما يتعالجش، ما يصرفش فلوس على العلاج، حسن إنتاجيته، كل ده بيصب في النهاية إلى الدخل القومي للدولة. طب إيه الآثار يا دكتور المترتبة على خفض الانبعاثات الضارة في الهواء، يعني وإزاي المبادرة دي بتسهم في خفض غازات الاحتباس الحراري؟ طيب هقول لحضرتك، اولا احنا خلينا حضرتك نتفق يعني ان وجود الاشجار او الشجره عامه هي يعني زي ما بيقولوا الحد الرباني الطبيعي لمواجهه التغيرات المناخيه، لان بتعتبر الاشجار حضرتك والغابات عامه بتعتبر البالوعه او الوعاء الذي يمتص الكربون. احنا النهارده لو الدوله عندها وثيقه
أدرتها إلى سكرتارية أو أمانة الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية إثناء المساهمات الوطنية لانبعاثات الكربون، نحن قلنا إن احنا هنساهم في انخفاض نسبة الكربون عن طريق إجراءات تخفيفية مثل جيش الناجز، احنا هنعمل طاقة جديدة ومتجددة وهنعمل تشجير إلى آخره. فبيأتي موضوع التشجير ده مهم جدا إن احنا نقول نعم. للمجتمع الدولي إن احنا فعلا نساهم في خفض نسبة الكربون، ده نمرة واحد. نمرة اثنين حضرتك إن اللي بيسموها الدبل ديفيدنت، يعني المنفعة المزدوجة، يعني المزدوجة، ان حضرتك احنا مش بس بنقلل انبعاثات الكربون او نخفض من انبعاثات الكربون، ولكن الشجره فعلا بتنقي الهواء من انبعاثات اخرى حول المدن، ودي مهمه جدا حضرتك. يعني احنا بنحصل على يعني فوائد مجانيه من الطبيعه ولها منافع ايكولوجيه هامه جدا. فالنقطه اللي عايز اقولها لحضرتك يعني مهمه، أن الموضوع الفكر تحول عندنا عبر السنين إلى أن الأشجار ليست هي ناحية جمالية وتجميلية للمدن، ولكنها البحر جزء أصيل وجزء أساسي من تحسين نوعية الحياة ككل للمواطن في الدولة المصرية. إحنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس.